بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن على مشارف ليالي القدر المباركة، كذلك أيام استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أحببنا أن يكون مجلسنا نعم مزينا بخطبة من خطبه، من أقول من التبعيض، من عيون خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي خطبة المتقين. وجمالا إخواني أقول في مستهل الحديث بعض الصفات المذكورة في صفات المتقين، البعض هكذا يظن بأن هذه الصفات من صفات الأولياء الكبار، كبار المراقبين، كبار العلماء والمجتهدين. يقول أنا الإنسان الموظف، أنا العامل، أنا المرأة، أنا الشاب المراهق مثلا قريب التكليف، أنا معفي عن هذه الأمور، هذا ليست لي. الكلام الجواب، أمير المؤمنين يصف المتقين، لا يصف قوما مثلا من الفانين، من المنقطعين، هب لي كمال الانقطاع. نعم هذه مقامات خاصة، ولكن التقوى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا وأنت مطالب بأن نصل إلى هذه الدرجة. المتق فالمتقون فيهم 47 صفة وعلامة، لا علامة لا علامتين. الإمام يريد منا أن نتصف بهذه الصفات أهل الفضائل. همام وهو السائل كان ناسكا، كان عابدا، الإمام ما ذكر له الصلوات الطويلة، الصيام في عز الصيف مثلا، أشار إلى نقطة جوهرية، أهل الفضائل. إخواني أخواتي كونوا معي جيدا في أول الحديث، وجوهكم متأملة مستوعبة. الفضيلة أمر في الباطن، الفضائل متعلقة بالصفات لا بالجوارح. الذي يهذب باطنه يصبح من أهل الفضائل، جوارحه تنقاد له. الإنسان العفيف، المرأة التي لها عفة في الباطن، هذه المرأة تتبرج مستحيل، في باطنها عفة، ظاهرها قهرا يصبح ظاهرا عفيفا. الشاب المراقب العفيف الذي هو يعيش حالة الحياء من الله عز وجل، هو لا يمكن أن تزيغ هذه العين، كما يقال عين معصومة. البعض يصل إلى درجة العصمة النازلة أو قل العدالة العالية، مقامات أئمتنا محفوظة لا يصل إليهم أحد، ولكن أنت بإمكانك أن تصل لهذه الدرجة. جوارحك تابعة لجوانحك، ولهذا المؤمن الكامل المتقي لا يعيش المعاناة. بعض الشباب في الجامعة يدخل الجامعة ويرجع، يموت ويحيا،
عينه تزيغ، يتمنى تلك الفتاة لا يصل إليها، يصاب بإحباط، دراسته تتأخر إلى آخره، يصبح مريضا نفسيا. ولكن المؤمن يدخل الجامعة هو زاهد في هذه المحرمات. ولهذا يقول: ما لي ولا وذلك، النظرة المحرمة لا تسمن ولا تغني. بمثابة إنسان، هذا المثال جيد، هو صائم في شهر رمضان المبارك وجائع، يذهب إلى محل يبيع الكباب مثلا، يفتح شهيته وليس له مال يشتري، ما الحكمة في ذلك؟ أنت كنت صائما قانعا صابرا، لماذا تفتح الشهية ولا تغلقها؟ عندك مال اصبر، بعد المغرب اذهب وكل هنيئا مريئا. أنت الشاب كذلك، إن استطعت أن تتزوج تزوج، وإلا فاصبر إلى أن يأتي وقته. عندك مال، عندك وظيفة إلى آخره. وإن كنا نقول: نعم، المؤمن ثقته بالله عز وجل، إذن يغنهم الله من فضله. أرجع وأقول: الفضائل، أنت أدرى بنفسك، الناس ترى منك مظهرا جميلا، يقول فلان في أعلى الدرجات، ولكن أنت تعلم نفسك جيدا، لك خصال غير طيبة، ولو خصلة واحدة. تدعو إنسان للمنزل، في منزلك ثعبان واحد لا يحتاج إلى ثعابين، يقول: هذا البيت بيت خطير، هذا بيت موحش، فيها مثلا حيوان مؤذي. لا تجعل في قلبك وجودا لهذه الوجودات المزعجة. القلب الذي فيه هذه الآفات، هذا القلب قلب غير نقي، إلا من أتى الله بقلب سليم. اتفاقا، هذه الآية حجة. الآن الرواية تشكك فيها، تقول: الخطبة ليست لأمير المؤمنين مثلا، ولكن ماذا تقول عن الآية: يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ ما قال: إلا من أتى الله بصيام شهر كريم، ما أتى بحجة، ما قال أتى بحجج. حتى قيام الليل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في هذه الآية ليس فيها ذكر لا لقيام الليل لا للصيام والحج والزكاة إلا بقلب سليم. القلب الذي يرد على الله عز وجل وهو خال من كل الآفات، سأل الله عز وجل أن يعطيك هذا القلب السليم. منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد، منطقهم الصواب. إذا أردت أن تتكلم، أنا رأيت بعض كبار المؤمنين عندما تسأله سؤالا يتلجلج، يقلب شفتيه، لسانه لا يتكلم إلا وهو مطمئن أن كلامه عين الصواب. واتفاقا، المؤمن المراقب لقوله كثير الصمت، إذا تكلم تفجر بالحكمة، تراه ساكتا، ولكن عندما يقال: يا فلان، ما رأيك في الأمر الفلاني؟ يعطيك عين الصواب ذلك الذي يتكلم كثيرا. لا تعتني بكلامه، الصمت يورث الحكمة. وملبسهم الاقتصاد، يعني كن مقتصدا. كيف نقتصد؟ الذي يرى أن المال مال الله، ما أعطيت هو لله عز وجل. رأيت بعض الإخوة أقول لهم: لك يوم القيامة موقف خطير، من الصباح إلى الليل كم أهدرت من الماء؟ يتوضأ أضعاف ما يلزم، يصب الماء، يغتسل، وهكذا في دار الدنيا لا يحاسبك أحد.
ولكن ماذا تسأل؟ ماذا تجيب رب العالمين يوم القيامة؟ من مواقف القيامة السؤال عن الإسراف في المأكل والمشرب. وأنا أقول وأنا صائم وفي شهر رمضان وأمام الإمام عليه السلام، إن كانت دعوتك للإفطار يوقعك في الإسراف والتبذير، تمد مائدة للمباهاة وغيره في شهر رمضان بعد الإفطار، هذا الطعام ترميه في المزابل بأي وجه قربة، تريد الآجر مع الآجر، ختمتها بالوزر، هذا عليه حساب. المؤمن في هذا المجال ليس، والبعض قد يتهم بالبخل، نعم، ولكن هذه مراقبة، المال ماله وأنت محاسب على ما تنفقه. إذن الاقتصاد ديدنه لا البخل، الاقتصاد هذا الذي يوفر في حبة الرز وغيره، يأتيه ملؤوف ملهوف يقول أعطيني الملايين، يعطيها بكل ارتياح، هذا بخيل، لو كان بخيلا لما أنفق من ماله، هذا الإنسان مراقب خائف من ربه، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. في الأيام القديمة من أراد أن ينظر إلى حرام ماذا يصنع؟ يذهب للسوق قبل 50 60 100 سنة، لا ترى هذا التبرج، لا ترى هذا السفور، ينظر إلى وجه امرأة، هذا الحرام الذي يرتكبه. ولكن هذه الأيام ماذا تريك القنوات الكذائية، الفضائيات الكذائية؟ البعض من الليل إلى الصباح ينتقل من منظر محرم إلى محرم، تأتينا رسائل يقول أصبحت مدمنا، الموعظة لا تنفعني. نقول له تزوج، من تزوج أحرز نصف دينه، هذه اعترافات القوم عندنا، نعم يعترفون في رسائلهم، يقول تزوجنا رجعنا إلى الحرام، حتى الزيجة ما نفعتنا. تطلع عليه الزوجة تقول أنت زوج لا تطاق، تنفصل عنه، وإذا به يعيش وحيدا غريبا يزيد في إدمانه. المتزوج يرجى منه أن يكون منضبطا، من عاش في بيت لوحده وخاصة في بلاد الغرب هذا ماذا يصنع؟ المهم غضوا أبصارهم، من غض بصره أراح قلبه، كن هكذا، غض بصرك أرح قلبك. وأقول لك أمرا هذا اليوم وخاصة الشباب، سبحان الله، هذا مجرب، النظرة الأولى على المنبر لا أفصل، لو نظرت إلى امرأة كذائية عارية نظرة أولى وصرفت النظر، هذه النظرة لا تؤثر فيك أبدا، رب العالمين يحميك، ما دامت النظرة أولى فهي لك. المشكلة في الثانية، الثانية الأولى تقول يا رب ما هذا الأمر، ما هذا المنظر المقزز، فجأة يأتيك منظر حرام تتأذى، هذا عين التقوى، نعم. ولهذا من غض بصره أراح قلبه. ثم إمامنا يذكر يقين هؤلاء، وصلوا إلى درجة اليقين، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون. وتعلم أن المؤمن يصل إلى درجة في الدنيا وكأنه في الجنة. من أهم مزايا الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هكذا الجنة، الإنسان لا خوف عنده ولا حزن عنده في دار الدنيا، المؤمن كذلك.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يعرف اللغة العربية يسمى هذه لا نافية للجنس، جنس الخوف منفي عنهم. رأيت هكذا لعل البعض من المفسرين يفسرونها في الجنة، من قال أولياء الله لا خوف عليهم، يعني في الدنيا والآخرة لنحيينهم حياة طيبة. كل المشاكل النفسية، أنا جلست مع بعض أطباء نفسانيين، كل مشاكلنا المرضية النفسية من أحد أمرين، إما الحزن على الماضي، نعم ذهبت إلى جامعة لا تريدها، تزوجت امرأة تبينت أنها لغير صالحك، نعم تقول يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما ذهب، كله من الحزن والخوف من المستقبل. شاب جامعي يتخرج سنوات ينتظر الوظيفة، لا زوجة لا وظيفة إلى آخره، يخاف من المستقبل. كل مشاكلنا إما خوف أو حزن، وولي الله يعيش هذا المعنى. الله ولي الذين آمنوا، الله وليك يتصرف بك، أليس الله بكاف عبده؟ هذا ليس من القرآن الكريم. تخاف من أحد؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، رب العالمين هو المحامي. عندك مشكلة قضائية مالية حقوقية، كل محامي البلد يجتمعون يقولون نحن معك، القاضي يقول أنا معك، أيضا تخاف أبدا، ولكن الله عز وجل يقول أنا المحامي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، من يدافع الله عن هذا الإنسان لا يهمل ولا يترك. ولهذا خذ مني قاعدة، يقول إياك وأن تتحرش بولي من أولياء الله. إنسان صالح، إنسان مؤمن بحسب الظاهر، إن آذيته وأوكل أمرك إلى الله عز وجل خف الانتقام المروع. أنا أعرف أحد العلماء تجأسر عليه أحدهم جسارة بليغة، سكت، أوكل أمره إلى الله عز وجل. بعد أيام أو سويعات رب العالمين قضى عليه بالموت، عندما سمع الخبر تأذى، قال يا ليتني واجهته، سكوتي قتله، سكوتي قتله. يعني لو كان مشتكيا عليه، لو تكلم عليه، لو ضربه مثلا، تكلم عليه بما قال، لعل الله عز وجل ما انتقم منه. يقول أوكلت معنى كلامه، سكوتي هو الذي قتل. لا تتورط بإيذاء عبد من عباد الله الصالحين، وخاصة إذا كان منكسر القلب. وأخيرا، أنا حقيقة عندما أقرأ، وصلنا إلى ختام الحديث، هذه الفقرة من خطبة أمير المؤمنين، اكتبها في اللوحة، علقها في المنزل، بدلا من الزهور والمناظر هذه الحكمة علقها. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. إذا رب العالمين صار عندك كبيرا، إنسان يتكلم عليك ما وزنه؟ رب العالمين ملأ وجودك كل شيء حقير صغير، حتى المصائب. أعظم مصيبة فقد العزيز، فقد المال هين، أن يبتر عضوك في حادث السير هذا هين، ولكن تفقد عزيزا لك.
يفقد عزيزه، يتصبر أيما صابر. يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سأقول لكم اليوم كلمة في ختام الحديث لأصحاب البلاء، أنت الآن إن شاء الله معافى، سل الله العافية في المال والبدن، ولكن لو وقعت في شدة عظيمة تذكر ما أقول لك. من مزايا النبي أن الله عز وجل يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكون هدفي فقط ذكر الآية، أو تعلم أنك من الممكن أن تصبح كالنبي بشكل من الأشكال؟ كيف؟ ألا تحب رب العالمين يصلي عليك كما صلى على حبيبه المصطفى؟ لا تريد رب العالمين يصلي عليك؟ إذا وقعت في مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ألا تريد أن تكون كالنبي؟ وظيف أيضا من الشعر بيتا، مرة تصاب بحمى ليلى، صداع ليلى، حادث سير، ترقد في المستشفى شهرا شهرين، لا قدر الله اليوم الذي تخرج من المستشفى ينقطع الصلوات. يقول طبت الآن، كنت على فراش المرض، الصلوات تنزل عليك. ولهذا رأينا بعض المرضى في المستشفيات يصلي صلاة خاشعة، يقول أحس أنني قريب من الله عز وجل. ولكن كن معي، إن أصبت ببلية ملازمة، فقدت ولدك، زوجة فقدت زوجها أصبحت أرملة والعكس، هذه المصيبة لم ترتفع إلى وهي حية فاقدة لزوجها، هذا الأب، هذه الأم مفجوعة بولدها إلى ساعة الاحتضار ورب العالمين يصلي عليه. كم هذا الفوز، كم هذه المنقبة. لهذا بعض المؤمنين ساعة الموت يقول يا رب لك الحمد إذ أخذت مني ولدي، أنا إلى الآن كنت مستمتعا بالصلاة عليه، أو بقي ولدي حيا خدمني أكرمني ساعدني، ولكن هذا الشاب الذي أخذته مني طول حياتي وهو صدقة جارية. هنيئا للصابرين في حياتهم الدنيا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أردت أن أختم الحديث. أنا ذكرت الشاب وفقد الشهر، قلبي زاغ إلى ولد الحسين عليه السلام. اسمحوا لي اليوم أختم المجلس باسم ولد، هكذا في المقاتل ينقل. نعم، أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. رجع الغلام ويقول أبتا هل عطش قد قتلني، ساعة الإفطار وكنت عطشانا تذكر، والثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ عز على الحسين أن لا يجد شربة ماء يسقي بها ولده علي، دعا له بشربة لا يظمأ بعدها أبدا،
ولكن هذه المرة ما رجع الولد إلى والده، جلس إلى جنب بني علي، بني علي. هكذا في المقاتل على الدنيا بعدك العفو، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. هكذا يبدو من كلام سيدتنا زينب كأن الحسين يجود بنفسه، ولهذا نادت زينب: وأخيا وابن أخيا. إلهي نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، التسعة المعصومين من ذريته وبنيه، أمان مجيب مضطر إذا دعاه ويكشف، أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمان يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع صيامنا مع صيامه وقيامنا مع قيامه. اللهم لين قلوبنا لولي أمرك، اللهم أشهدنا أيامه وأدرك بنا قيامه، اللهم لا تنسنا ذكره والدعاء له، ولا تنسه ذكرنا والدعاء له. اللهم اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين فرجه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحموره. إخواني الحاضرين، من له حاجة في مجلسنا هذا، اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.